أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك في الدكتور حسن راتب، الرجل الذي أعشقه من سنين طويلة وأنا أحبه في الله، وبارك هذا الوجه النير والأستاذة وفاء، هذه السيدة التي هي عبارة عن كتلة من الأحاسيس لو وزعت على العالم كله لكفتهم جميعا. سيدنا أنا مشكلتي والله أنا كنت إنسان كويس جدا وحالتي كانت حلوة جدا وكنت ماشي، بس حصلت لي ظروف من أيام ما كنت خاطب زوجتي، ودي طبعا أنا ما اتصلت بيكم ما قلتهاش إن هي كان حصل لها حادث خطير جدا، وحضرتك ورته لك قبل ما تبدأ تصور معايا، فالحادث ده طبعا خد مني مصاريف كتير وبتاع. المهم المشكلة إن أنا ليا ابن جه على أخوه الوحيد، الحادث حرق درجة النهاية ان هو مش ما يتغيرش خالص، ما لازم الاثر اللي فيه ده انه مدى الحياه في الجسم كله، الكلام ده اكثر ما يخرج من 20 سنه يعني. فالمهم في الفتره ديت انا كنت موظف في احد الشركات اللي هي تخصصت من ايام حسني مبارك، فطبعا جالي احمد ده بقى على اخوه الوحيد بعد 11 سنه يعني. فاحمد حصل له موضوع التقوس في رجلي، حضرتك هتشوفيه دلوقتي، فبعد ما حصل موضوع التقوس ما اكتشفتهوش انا بعد ما بقى عدى الاربع سنين او وصل لاربع سنين او قبلها بشويه، فطبعا بدا ياخد حقن امه هي اللي كانت بتباشر معاه، لان انا كانت حالتي صعبه جدا وابتديت فعلا يعني ابقى عصبي جدا حتى مع البشر ومع الناس، فبدات بسبب الخنقه بالحياه، لان انا طبعا ما فيش المعاش، حضرتك لو تشوف السيرك بتاع المعاش انا لما طلعت معاش مبكر غصب عنه طبعا كانوا خصخصوا الشركه بتاعتنا. فالمهم يعني ايه، فطبعا المعاش كان قليل جدا، بدا يتدرج لحد ما هو حاليا وصل ل 1700 جنيه اللي باخدهم منه، زي ما وريت حضرتك الرقم المعاش بتاعي حوالي 180 جنيه بالظبط 183-185 جنيه. فطبعا انا ساكن بايجار والايجار بيزيد معايا، واخد بالك يعني، انا دلوقتي قاعدين عند اختها بناكل عندها شويه ست على قد حالها زي ما انت شايف الحال يعني. فطبعا ايه، كل ما تكون الايجار شهر واثنين وثلاثه يعني انا هربان من الراجل، لان يعني بقى لي ثلاث شهور برضو ما دفعتش، فابتديت ابدا ايه اخد قروض، كل ما بيحصل حاجه اضطر احط قرض، واحيانا اكون عليا ديون، وانا حتى عليا ديون كمان فرعيه بس ديت والله المستعان، لكن كل اللي انا محتاج له ان الدين بس يتسد، يعني الدين يتسد والعمليه حوالي اربع مرات، فيهم اثنين اسمهم قرض اجتماعي اللي هو بجيب لهم الاشاعات والحاجات بتاعت احمد بيدوا لي، ده اسمه قرض حسن ما بزيدش عن 4000، لكن التانيين اللي هم الكبار بقى كان 15 و 12 و 10 هم حوالي 4 و 8 يعني، وكل الاوراق حضرتك طبعا موجوده وكل حاجه موجوده ورقم معاش، اي حد يخش على بنك نصر هيضرب الرقم المعاش ده هو رقم الحساب هيعرف بالظبط انا واخد ايه بالظبط والمبلغ بالظبط كام. زوجي كان بيكتر وكنت بستلف، وكانت ناس بتساعد عشان برضه ما نجرش حق احد، وكانت ناس ممكن تساعد معايا، بس الدنيا كلها بايظه اصلا والديون حوالينا والحاله اصلا وحشه، وانا ابني عندي عيل في ثانويه عام، يعني كله قلب على بعضه، الايجار وكله قلب على بعضه بغصب. عايزه اسد الدين، واهم شيء اسد الدين اللي على زوجي عشان حتى نقدر ان احنا نمشي ونعيش بالمعاش بتاعه، واهم شيء كمان ان انا اعمل عمليه لابني، وانا يعني كفايه ان انا نفسي غير دين زوجي علي، انا اصلا ديون حواليا، الناس حواليا كمان، انا والله العظيم بتحرج امشي في الشارع، الناس مش بتتكلم، بس انا بتكسف، ما فعلا ما حدش بيطلبني في حاجه، بس انا بتكسف، لان انا في الاصل ما كنتش كده، والله في الاصل ما كناش كده. كان بيمشي على مشط رجله، المهم رحت وديته للدكتور، فقال لي اعملوا له تحليل وكده، المهم عمل اشعه وتحليل، قال لي ده مرض نادر الوجود مش لاقينه دلوقتي. قلت له يعني ايه مش موجود دلوقتي؟ قال لي ده نقص. المهم وصلني وداني لدكتور تاني اسمه تامر حسان، معروف هنا برضه بتاع امراض الدم، قال لي روحي له هو هيقول لك. رحت للدكتور تامر، قال لي ده مرض نادر الوجود، ابنك ما يقدرش يعمل اي عمليه دلوقتي غير اما نسبه الفوسفات ديت تنزل من جسمه،
نسبة الفوسفات فيه المفروض تكون 200 ل 300، ابني كان 200 كان 2055 ومعايا التحاليل تثبت بكده. المهم طب يا دكتور الحل ايه؟ قال لي مش هيمشي مع العلاج المصري، لازم العلاج المستورد. طيب يا دكتور انا معاك. طب مشيت على العلاج المستورد سنة ونص، سنة ونص مشيت عليه. من ده كان ده السبب الرئيسي في الديون، ده السبب الرئيسي في الديون اللي انا فيها. المهم جيت فترة توقفت من العلاج، توقفت ما كانش في فلوس ان انا اعالج الولد، كان بياخد الحقنة مرتين في الشهر. تراكمت الديون تاني. انا دلوقتي حاليا بقالي بتاع من اخر تحليل ما وقفت، ما كملتش علاج ابني. هو 3 سنين بقى ماشي بالمنظر ده، ما كانش بيمشي كده، بس 3 سنين علاج مشي بالطريقه دي. بس قبل ما يدخل يعمل عمليه ولا اي حاجه لازم نسبه الفوسفات دي تخلو تماما من جسمه. بس انا ممكن هو ماشي والناس شايفاه ماشي وهو كويس، بس بروح للدكتور يقول لي ممكن يقلب معاه بلين عظامي من معاه بعاء مستديبه. ده دكتور من الدكاتره قالها لي، ومستعد اقول لك اسمه وتروح تساليه. قال لك ممكن بعد فتره تقلب معاه لين عظام يبقى معاه عاء مستديبه مدى الحياه. بشكركم، انا حاسه باذن الله ان انتوا جيتوا هنا، ان ربنا هيكرمني باذن الله وهلاقي حد يساعدني في سداد الدين بتاع زوجي، وان انا اعمل عمليه لابني.